من المشهد السابق يمكننا القول: الجمال نعمة إلهية. ففي هذه الجملة نلاحظ أنها خالية من أي كلمة تؤكد مضمونها. ولكن لو قلنا: الجمال نعمة إلهية، لوجدنا أنها حملت معنى التوكيد، وجاء هذا التوكيد من كلمة الجمال الثانية التي تكررت. ونلاحظ أن الكلمتين ضبطتا بالضم، لأننا نعد الجمال الثانية تابعاً والجمال الأولى متبوعاً، والتابع يطابق المتبوع في علامة الإعراب. لكن المشهد السابق يقودنا إلى القول: الجمال ينبع من جمال الروح، إذ نلاحظ أن هذه الجملة خالية من التوكيد. وإذا قلنا: الجمال ينبع من جمال الروح نفسها، لوجدنا أنها حملت معنى التوكيد، وجاء هذا التوكيد من كلمة نفسها التي جاءت بعد كلمة الروح. ونلاحظ أن الكلمتين ضبطتا بالجر، وعليه تكون كلمة نفسها تابعا والروح متبوعا. مما سبق نستنتج أن التوكيد لفظ تابع لما قبله يسمى المؤكدة، يذكر لتقويته وتوكيد حكمه. ولنتعرف على أنواع التوكيد لنراقب المشهد الآتي. الأم سر الوجود. من خلال الجملة نجد أن الاسم المؤكد هو كلمة الأم الأولى، وقد جاءت كلمة الأم الثانية توكيدا للفظة الأم الأولى، وهذا التوكيد يسمى توكيدا لفظيا، وهو صورة لتكرار الاسم. وأحيانا يكرر القائل الفعل أو الجملة أو الحرف لنتابع المشهد ونطبق ذلك على جمل جديدة. ففي قولنا: تصر الكائنات على الوصول إلى غاياتها، نجد أن كلمة تصر الأولى هي فعل، وكذلك هي المؤكد، بينما كلمة تصر الثانية هي التوكيد. وعليه فإن التوكيد هنا توكيد لفظي بتكرار الفعل. أما الجملة الآتية: بالإصرار نبلغ الغايات، بالإصرار نبلغ الغايات. نجد أن القسم الأول من العبارة هو جملة بالإصرار نبلغ الغايات، وبالتالي فإن هذه الجملة هي المؤكد، بينما القسم الثاني من العبارة بالإصرار نبلغ الغايات هو التوكيد، وقد جاء توكيدا لفظيا بتكرار الجملة. مما سبق يمكننا استنتاج الآتي: التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ السابق المؤكد، وقد يكون المؤكد اسما أو فعلا أو حرفا أو جملة اسمية أو فعلية. والآن لننتقل إلى تعرف النوع الثاني من أنواع التوكيد لنتابع. أنجز العمال كلهم المشاريع في الوقت المحدد. نلاحظ أن كلمة كلهم قد ذكرت لتقوية المعنى وتوكيد حكمه، إذ جاءت كلمة كلهم توكيدا للمؤكد وهو العمال، وقد تبعت هذه اللفظة المؤكدة بعلامة الإعراب وجمع الذكور،
من خلال مطابقتها للمؤكد بالضمير المتصل بالجمع، وعليه فإن كلمة كلهم تعد توكيدا معنويا لكلمة العمال. ويمكننا أن نستعمل بدلا منها كلمة جميعهم أو عامتهم، اللتين تستعملان أيضا في توكيد الاسم الدال على الجمع. ولو قلنا أعجبتني اللوحة نفسها، لكان توكيد المعنى من خلال لفظة نفسها التي جاءت مفردة مؤنثة متصلة بضمير يدل على الاسم المفرد المؤنث المطابق للمؤكد اللوحة. مما سبق نستنتج أن للتوكيد المعنوي 7 ألفاظ أصلية، وهي نفس، عين، كلا، كلتا، كل، جميع، عامة. ولا بد من اتصال التوكيد المعنوي بضمير يعود على المؤكد ويطابقه في التذكير أو التأنيث والإفراد أو التثنية أو الجمع. والأصل في التوكيد المعنوي أن يأتي المؤكد معرفة ويسبق التوكيد. والآن لنختبر أنفسنا. اشتريت الكتابين كليهما. سقيت الأشجار كلها في حديقة منزلنا. كرمت المديرة المتفوقة نفسه. نترككم في أمان الله. إلى اللقاء في درس جديد.